هناك بعض الوصفات البسيطة والتي من خلالها ننعم بصحة كبيرة جدا ونقي أنفسنا من العديد من الأمراض، ليست العابرة وليست البسيطة فحسب، بل الأمراض الشديدة جدا قد تصل الدرجة إلى تصلب الشرايين والسكتات القلبية أو السكتات الدماغية، وهي ليست فقط قليلة التكلفة بل هي عديمة التكلفة ومتواجدة في كل بيت وفي كل مكان. هذه الوصفة عبارة عن كأس من الماء موضوع به شريحة أو قطعة من الليمون، لا تغير من الطعم، لا تغير من الرائحة، لا تغير من الشكل، ولكن تغير في الخواص والصفات وننعم بصحة كبيرة جدا. يا ترى ما هو السر وراء هذه الوصفة أن نضيف القليل من قطع الليمون ولو قطعة واحدة على كأس أو إبريق من الماء؟ هناك شيئان. الشيء الأول هو أن هذا الماء مع الليمون في أول ما نتناوله يعطي الصفات القاعدية، وبالتالي ننعم بصفة قاعدية مرحب بها خاصة في وسط الفم. أما الصفة الثانية فهي تحمل صفات الفيتامين سي في داخل هذا الماء، وهنا ننعم بتحفيز مستمر للكولاجين، وإذا استمر الكولاجين بصفة مستمرة لأننا نشرب الماء بصفة مستمرة وتكون كما ذكرت عادة أن نضع قطعة من الليمون في إبريق أو جرة أو كأس الماء، فيكون لدينا تحفيز للكولاجين بصفة مستمرة وننعم ببشرة ناضرة بعيدة عن التجاعيد وبعيدة عن حب الشباب وبعيدة عن الرؤوس السوداء وبعيدة عن كل مشاكل البشرة المزعجة والمؤرقة. كذلك هذا الفيتامين سي يؤمن لنا الدورة الدموية الجميلة، وبالتالي يحفز الدورة الدموية الخارجية ومن ضمنها الذاكرة. ومن منا لا تنغص عليه مشكلة الذاكرة والنسيان في هذا الأمر، وبالتالي شرب الماء مع قليل أو قطعة صغيرة من هذا الليمون يؤمن له لياقة في الذاكرة جميلة جدا. كذلك لا ننسى أن هذا الفيتامين سي يؤمن التهابات اللثة. نحن نسمع عن مرض الأسقربوط وهو نزيف اللثة والتهابات الشديدة للثة، وبالتالي شربنا المستمر لهذه الوصفة يؤمن لنا لثة جميلة لا تنزف، لا يصبح هناك التهابات. الشعيرات الدموية، وهنا أريد أن نركز قليلا، الشعيرات الدموية البسيطة والتي قد تنفجر لسبب أو لآخر وتعمل لنا نزيف قد يؤرقنا، وقد نراه في البراز في بعض الأحيان لاستمرار، وقد نعتقد أن لدينا قرحة في المعدة وهو غير ذلك. هذا النزيف من الشعيرات الدموية يستجوب أن الجسم سوف يستدعي الكوليسترول وكذلك الكالسيوم لإعادة بناء ما تم تدميره في هذه الشعيرات، وبالتالي شيئا فشيئا ونحن لا ندري ما هي الأسباب تتراكم هذا الكالسيوم، يتراكم هذا الكوليسترول، وفجأة يعاني هذا المريض من إيش؟ من تصلب في الشرايين، ويفحص ونقول له لديك نسبة الكوليسترول عالية. وجود هذه الوصفة البسيطة، كأس من الماء مع قليل من الليمون، قطعة صغيرة من الليمون، تمنع هذا النزيف من الشعيرات، وبالتالي ليس هناك داع لتداعي الكالسيوم والكوليسترول لتصليح العطب الموجود في هذه الشعيرات، وبالتالي الكوليسترول ننعم به في وظائفه المتعددة والتي من أهمها
بناء الخلايا وإذابة وتحريك الفيتامينات المختلفة، تحديدا الفيتامين ألف والفيتامين دال والفيتامين ها والفيتامين ك، وبالتالي يستغل في وظائفه الجسدية الفسيولوجية اللازمة. ودوما نتمنى لكم وافر الصحة والسعادة، ولا تنسوا مشاركتنا في هذا الفيديو باشتراككم المشكور وضغطكم على الجرس حتى يصل